السلام عليكم. اليوم سنقوم بتمارين داعمة للدرس السابق في صيد الحجوم. إذا رأينا في الصيد في الدرس بعض المجسمات كالمكعب لو كيوب، متوازن المستطيلات بالطابلو دو روا، الأسطوانة لو سيلاندر، مرشور قائم لو بريزم دو روا. هناك عدة أنواع في المنشور القائم. منشور قائم قاعدته على شكل مستطيل. منشور قائم قاعدته على شكل معين. منشور قائم قاعدته على شكل شبه منحرف إلى آخره. كذلك تعرفنا على القاعدة العامة لحساب الحجم. إذا هي قاعدة عامة تطبق على جميع المجسمات. القاعدة تقول الحجم يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. Le volume est égal à la surface de la base multipliée par la hauteur. هذه قاعدة عامة تطبق على جميع المجسمات، وبالتالي فقط نحدد طبيعة القاعدة وبذلك يمكننا حساب الحجم. ننظر الآن إلى التمرين الأول. خزان على شكل متوازي المستطيلات، ارتفاعه 2.5 متر وبعدي القاعدة 8 متر و 5 متر. الارتفاع نعني بذلك لا هوتور، بعدي القاعدة ديمونسيون دو لا باز. في هذه الحالة يعني في هذا المجسم القاعدة على شكل مستطيل، إذا نعني بالبعدين هنا بعدي المستطيل هما الطول والعرض. إذا لحساب الحجم، إذا مطلوب هنا في السؤال وحساب الحجم، لاحظ معي القاعدة على شكل مستطيل، إذا طولها 8 متر وعرضها 5 متر، ارتفاع هذا المجسم 2.5 متر. إذا أول شيء نقوم به هو حساب مساحة القاعدة. مساحة القاعدة، لأن هنا القاعدة على شكل مستطيل، إذا مساحة المستطيل هي الطول في العرض. الطول قيمته 8، العرض قيمته 5. 8 في 5 تساوي 40. بعد ذلك نحسب الحجم. الحجم هنا يقول بأن أو يساوي الطول في العرض في الارتفاع. الطول في العرض هو مساحة القاعدة ثم في الارتفاع، تساوي 40 في 2.5 تساوي 100 متر مكعب. 40 مساحة القاعدة في الارتفاع 2.5 ارتفاع المجسم تساوي 100 متر مكعب. متر مكعب هنا وحدة الحجم. لماذا هنا متر مكعب؟ لأن أبعاد هذا المجسم بالمتر مكعب، الارتفاع بالمتر مكعب، بعدي القاعدة كذلك الارتفاع بالمتر، بعدي القاعدة كذلك بالمتر. إذا الحجم سيكون كذلك بالمتر مكعب. إذا كانت أبعاد بالديسيمتر، الحجم سيكون بالديسيمتر مكعب. إذا كانت الأبعاد بالسنتيمتر، الحجم سيكون بالسنتيمتر مكعب. ننظر الآن للتمرين الثاني. تهريج ماء على شكل أسطوانة قائمة، قطر قاعدتها 6 متر وارتفاعها 4 متر. المطلوب هنا هو حساب حجم ماء التهريج بالمتر. إذا هنا لاحظوا معي المجسم هنا على شكل أسطوانة، ونعلم أن الأسطوانة قاعدتها قرص، على شكل قرص، وبالتالي يمكننا حساب مساحة القاعدة، يعني مساحة القرص. مساحة القرص كقاعدة هي بي فوا ار فوا ار، هذه هي العلاقة. مساحة القرص بي فوا ار فوا ار، لكن في التمرين هنا لم يعطونا قيمة الشعاع، أغنى بها الشعاع، لم يعطونا قيمة الشعاع، لكن أعطونا القطر، وهناك علاقة معروفة ما بين الشعاع والقطر، بحيث أن القطر يساوي الشعاع في اثنان، يعني لدوبل غايون. ألوغ يمكننا الآن حساب الشعاع، كيف ذلك؟ الشعاع يساوي القطر مقسوم على اثنان، نقسم القطر على اثنان، وبالتالي نعوض في بقيمتها 3.14 آخ، يعني الشعاع 3. لماذا؟ لأن 6 مقسومة على 2 تساوي 3. ألوغ 3 في 3 في
3.14 تساوي 28.26، وبالتالي يمكننا الآن حساب الحجم، الحجم قيمة أو العلاقة التي تمكننا من حساب الحجم هي مساحة القاعدة في الارتفاع. مساحة القاعدة سنعوضها بقيمتها ثم في الارتفاع. 28.26 مساحة القاعدة أي مساحة القرص في 4، هنا هو الارتفاع، ارتفاع الأسطوانة، تساوي 113.04 متر مكعب. لماذا؟ لأن كذلك هنا الأبعاد بالمتر، قطر القاعدة بالمتر والارتفاع بالمتر، إذن الحجم كذلك سيكون بالمتر مكعب. لكن في السؤال طلبوا منا حساب حجم الماء أو حجم السهريج باللتر، وبالتالي فقط سنقوم بتحويل المتر مكعب إلى اللتر كما قمنا بدرس وحدات قياس الحجوم. سنطبق العلاقة هنا أو التحويل هنا من المتر المكعب إلى اللتر. نمر الآن إلى التمرين الثالث. مسبح على شكل متوازي المستطيلات طوله 15 متر وعرضه 8 متر وعمقه أو ارتفاع، عندما نقول عمق نعني بذلك الارتفاع 4 متر. هنا عمقه لماذا؟ لأن هنا لدينا المجسم هو على شكل مسبح، وبالتالي المسبح هنا نتحدث عن العمق وليس الارتفاع. إذا الارتفاع هنا أو العمق قياسه 4 متر. لاحظوا الشكل هنا، إذا هذا هو العمق 4 متر. هنا متوازي المستطيلات أي أن القاعدة فهي على شكل مستطيل، العرض 8 متر، الطول 15 متر. هنا لاحظوا معي في السؤال، كم سنحتاج من لتر من الماء لملء 4/5 من هذا المسبح؟ سنقوم بملء هذا المسبح بالماء، لكن ليس على آخره، فقط إلى حدود 4/5. إذا ما هي الكمية اللازمة لملء هذه لملء هذا الارتفاع 4/5 من المسبح؟ إذا هنا أول شيء سنقوم به هو حساب الحجم، غير أنه مذكور في هذا السؤال، لكن ضمنيا يجب علينا حساب حجم أولا المسبح أو حجم متوازي المستطيلات، بعد ذلك يمكننا حساب كمية الماء اللازمة التي سنحتاجها لملء فقط 4/5 من هذا المسبح. إذا حساب الحجم، حساب مساحة القاعدة، القاعدة على شكل مستطيل، إذا مساحة القاعدة هي الطول في العرض، الطول قيمتها 15 متر، العرض قيمتها 8 متر، إذا 15 في 8 تساوي 120. إذا لحساب الحجم، الطول في العرض في الارتفاع، أي مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة تساوي 120 في 4، أن 4 هنا هو الارتفاع أو العمق، تساوي 480 متر مكعب. إذا الحجم هنا بالمتر مكعب، لماذا؟ لأن الأبعاد ديال الديمونسيون عندنا بالمتر، إذا هنا الوحدة ستكون متر مكعب. ثم بعد ذلك إذا الآن قمنا بحساب الحجم، الآن يمكننا حساب 4/5 من هذا الحجم، كيف ذلك؟ نطبق العلاقة دائما كيفية حساب عدد كسري من عدد ما بضرب العدد في البسط وقسمته على المقام، 480 في 4 مقسومة على 5، هذه الطريقة تساوي 384 متر مكعب. إذا هذه كمية الماء اللازمة لملء 4/5 من هذا المسبح، لكن لاحظوا معي هنا في السؤال طلبوا حساب هذه الكمية لكن باللتر، وحدات اللتر، وبالتالي سنقوم بالتحويل إلى وحدة اللتر، المتر مكعب إلى اللتر. 384 متر مكعب تساوي 384 ألف لتر.